طيب قلنا إن إنه الآن لاحظوا الإمامة زعموا إنه الإمامة القرن الأول الهجري مضى القرن الأول الهجري ولم يكن هناك أي شيء يدل على إنه في زعم إنه أقرباء الرسول إلهم حق ديني في الولاية، ما فيش. اليوم ممكن الناس يتعصبوا، لا فلان لا فلان، إحنا من مين؟ عمر بن الخطاب، لا والله هذا أبو بكر، ممكن هون ممكن، وشو المانع؟ كل واحد يرى في الشخص، فيش اشكال. لكن حدا قال انه اول 100 سنة؟ لا، هذه بدأت تظهر بعد 100 الاولى شوي شوي بذور، وما كانتش على فكرة الانحرافات موجودة زي ما بتجدوها اليوم. اليوم ما بتلاحظوا انتو في الفضائيات الشيعية واليوتيوب، ما بتشوفوا العجب وشرك عند بعضهم، شرك لم يصل اليه لا يهودي ولا مسيحي ولا اي وثني في العالم. تسمعوهم ولا بتسمعوهمش؟ اليوم موجودين، بتشوف عجايبهم الى درجة انك بتكتشف انه يعني اللي اصلا ابو البشرية كلها علي بن ابي طالب، ابو البشرية، ابو تراب هو ابو البشرية كلها، وانها فاطمة مش بنت الرسول، فاطمة امه. يعني بتشوفوا العجب. وقصة الحوت اللي التقم يونس لانه ما اعترفش بولاية الحسين، ولا ويوم القيامة اصلا تدخلوش الجنة الا علي، ومعرفة الغيوب، يعني لم يتركوا صفة من صفات الخالق الا نسبوها. مش تقول الجهال منهم، لا، عبارة الخميني اللي في كتابه الحكومة الاسلامية، الحكومة الاسلامية، وللأئمة عندنا مقام، لا نم الأئمة يعني علي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين، لاحظها علي ابن ثم أولادهم لعند 12، إذا في 12 طبعا، لعند 12 اللي بنتظروه الآن، هذول إيش؟ وللأئمة عندنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، تخضع لإرادتهم ذرات الكون، موجود الكتاب. هذا مش الناس العاديين اللي بيقولوا، الناس العاديين ممكن مش منتبهين. لذلك الكهنوت هو هذا الخطورة، في الكهنوت هذا اللي كل يوم بيخترع دين جديد، كل يوم بيخترع دين جديد وبملوه على الناس. ولاية الفقيه مثلا الخميني وبعده الخامنئي، منين جابوها هاي ولاية الفقيه؟ ما هو عبر التاريخ كله ما كانتش موجودة، وليش وجدت ولاية الفقيه وصارت ولاية الفقيه مقدسة عندهم؟ كيف يعني؟ كيف صارت ولاية الفقيه؟ منين جبتوها ولاية الفقيه؟ طيب نرجع الآن، الولي الفقيه والفقيه الولي. طيب هذه ما كانتش موجودة عبر التاريخ على فكرة، ما كانتش موجودة. أول ما وجدت طبعا في سبب لوجودها، كان يسموه نائب، يعني اخترعوا ما يسمى بنائب الإمام، نيابة العامة للإمام، ثم تطورت إلى شيء اسمه ولاية الفقيه. عارفين ليش؟ عارفين ليش؟ لأنهم انتظروا من 260 هجري، من 260 هجري، والامام الغائب محمد ابن الحسن العسكري اللي بسموه هم غايب وما طلعش، وبعدين مع الشغلة ممنوع، تصوروا قعدوا قرون بصلوش الجمعة، لانه لا يجوز صلاة الجمعة، لا يجوز صلاة الجمعة الا الامام المعصوم يكون موجود، والامام غايب الان، الامام 12 غايب، المعصوم هذا اللي مات ابوه 260 هجري وكان ولد صغير غاي، ولحد الان بنتظروه بيقولوا عنه حي. طبعا ليش بيجعلوه حي؟ ما هو السر، ليش هو حي؟ ليش مش مات مثلا؟ هذه طبعا بعدين بتنسف الشيعة كلها انت لما تقول مات. طيب نرجع، فاذا لاحظوا هو بنتظروا فيه. تصوروا كان ما فيش امر معروف ولا نهي عن منكر، ولا يجوز اقامة حدود، ولا يجوز صلاة جمعة، ولا يجوز تقيم دولة اصلا، ولا يجوز تقيم دولة، والامام غائب. طب هذا طولت معهم، كان الواحد يدخل على داره واحد لص على فكرة، ما قدرش يقاتله لانه مش وقت، ما بيطلعلوش يقاتل اللص اللي بيدخل على داره. وتصوروا كانوا يدفنوا الزكوات، وهم 20% على فكرة. تصور تدفن انت كل، هو يدفن 20% من ماله كل سنة يدفنه تحت التراب، لانه المهدي لما يجي اللي هو هذا الغايب، لما بيرجع هذا سيستخرج كنوز الارض اصلا، لوين تظلهم يدفنوا؟ ثم مشايخهم لوين تظلهم يشوفوا الناس بتدفن؟ ليش ما تيجي الاموال عندهم؟
كيف بدهم يدبروها؟ كيف بدهم بقدرش امر بمعروف ولا انهى عن منكر، ولا بقدر انا اقيم حدود، ولا بقدر اقيم دوله، ولا بتناول زكوات ولا الخمس ولا ايش ايش. وبعدين فطلعوا بالامامه بالنيابه العامه، نيابه انه الفقيه نائب، نائب عن الامام في امور، منها اخذ الزكاه، هذه اهم شيء طبعا، منها اهم الزكاه. ويمكن لهذا الفقيه انه يفوض الحاكم اقامة الجمعة. ولذلك على فكرة ممكن من 150 ل 200 سنة لم تقم الجمعة عندهم في القرن، يعني وسط القرن الخامس والسادس، السادس كله وسط القرن الخامس يعني 400 وكذا لا نهاية السادس فيش جمعة. مش انه يجوز انه ما يكونش في جمعة، يحرم ان يكون في جمعة. بعدين صاروا يطلعوا فيها شوي شوي، يجوز يكون في جمعة. مين اللي صار يقول يجوز؟ نائب الامام يجوز. بعدين فيما بعد صارت يجب الجمعة. اذا قعدوا قرون على فكرة ما بصلوش الجمعة، وفيش شيء اسمه دولة. ولا خرب بيتهم هم لو ظلهم على فتواهم الاولى انه بفيش دولة الا تيجي الامام كان احسن لنا. اما لما عملوا لها حل هم بنائب الامام ثم النيابة العامة للامام ثم ولاية الفقيه، يخرب بيتهم وخربوا بيتنا. لما طلعوا اذا هو نوع من الالتفاف على العقيدة، هو نوع من الالتفاف على العقيدة هاي اللي دامت قرون، انه الامام الغائب معناته ممنوع اقامة دولة، الامام غائب. التفوا عليها ولما عملوا دولة شوف يا اخوي شو صار. كانت تقوم دول شيعية، كانت تقوم دول شيعية على فكرة، هذا أشخاص يكونوا شيعة زي مثلا دولة الحمدانيين وأبو فراس الحمداني، هاي شيعية بس ما كانتش عندها أيديولوجية ومعادية للمسلمين. والتشيع كما قلنا ما هو صار يتبلور أشكال وألوان على فكرة، مش زي ما أنتم تتصوروا. عشان هيك الأمة لم تبت في موضوعهم كثير، لانهم هم الوان 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 وعم بتطوروا. طيب كان في دول مثلا الدوله الفاطميه ما هي شيعيه، القرامطه في يوم الايام في البحرين شيعه، الادارسه شيعه، بس ايش شيعه يعني؟ ايش العقيده؟ يعني في دول على فكره بس ما كانت ايديولوجيتها، اول مره بتقوم. البويهيين مثلا برضو دوله كانت ضخمه شيعه. لا لا لا، إباضية خوارج موضوع تاني، بس الآن تقريبا حتى الإباضية غيرت كثير من فتاوى الخوارج. هم الإباضية أكثر فكرة خارجية، كانت يعني متوسطة يعني ما عندهاش تطرف، عشان هيك ظلت موجودة. باقي في الخوارج يعني ذهبوا في التاريخ، ومع ذلك كمان مش كل فتاوى الخوارج بيقولوا فيها الإباضية، لذلك بعضهم الآن بيحبش تقول عنه خارجي الإباضي، اللي هم يطبقهم في عمان وقليل منهم في الجزائر. فطيب لاحظوا بيقولوا بالإمامة، الإمامة مين الإمام؟ طبعا الأئمة كانوا بيعرفوش في هالكلام، هذا كلام يدعى على الأئمة ويتعصب للأئمة، إنه أول إمام كان علي، ثم بعده مين؟ الحسن ابن علي، ثم بعده الحسين ابن علي، ومن الحسين صارت ماشية وين؟ في 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 نسل. ولكن مثلا لاحظوا في جماعة اللي بسموها الكيسانية قالت لا محمد ابن الحنفية. شوفها يعني الآن، شوفوا لما بتصير المسألة باطل بيبدأ يظهر لك فرق لا تعد ولا تحصى. ما هو محمد ابن الحنفية مش ابن فاطمة، هو ابن علي نسبوه لأمه، مش ابن فاطمة. محمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب. اللي بسموهم الكيسانية هم قالوا إنه لا الإمام محمد ابن الحنفية، ولما ما تعرفون شو قالوا؟ قالوا غاب. إذن فكرة الإمام اللي يغيب هذه مش جديدة، هذا مش أجت مع الإمام الـ11 بعدين، افهموها اللي بيغيب هاي من أول يوم، لأنه أصلا هو مات تقريبا محمد بن حنفية 80 81 هجري هيك، مش 260. فهمتوا؟ يعني موجودة شغلة الغايب في الكيس، ما يسمى بالكيسانية. طيب علي، طيب بعدين أجى عندك الحسن، في ناس طلعوا انه الأئمة من ولد الحسن، في فرق. طيب الحسين، الحسين علي بن الحسين ما إله زيد وإله محمد، الزيدية راحت في مين؟
في زيد انه الامام، وهذولا راحوا في مين؟ في محمد ابن علي.